وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات ام اس دي انيمال هيلث ناسس بودكاست. انا الدكتور مصطفى كمال التكنيكال ماركتنج مانجر لام اس دي السعوديه، ومعانا النهارده الدكتور محمد راضي مدير المكتب الفني لشركه الوطنيه السعوديه دواجن الوطنيه السعوديه والباحث في مركز البحوث صحه الحيوان والمركز البحوث الزراعيه. اهلا بحضرتك يا دكتور محمد. اهلا بيك دكتور، منورنا يا دكتور النهارده. شكرا، تكرم ربنا يخليك دكتور. احنا النهارده على هامش ال WVBA الافريكان اديشن، يمكن امبارح الحمد لله البدايه كانت قويه جدا، والنهارده الحمد لله مكملينها قويه، فكنا طبعا بالنسبه لنا مهم جدا نعرف راي حضرتك في ال WVBA الافريكان اديشن. حضرتك شايفه ازاي وشايف قوته والابحاث اللي اتنشرت والمناقشات العلميه اللي حصلت، فكان يهمنا نعرف راي حضرتك فيه. طبعا مصطفى، موضوع الـ WVBA احنا طبعا بنشكر القائمين على تنظيم الحدث ده، وانه وجوده في مصر او في منطقة الشرق الاوسط ومعالجة كل الامور او المشكلات المتعلقة بالصناعة. ده حدث مهم جدا، حدث يكون فيه اجتماع صناع القرار مع الباحثين مع شركات البروفايد سوليوشنز. ده دايما بيبقى حدث كويس جدا، دايما بيبقى فيه انسايتس، دايما بيبقى فيه افكار جديده، دايما بيبقى فيه اجابات عن تساؤلات بشكل كبير جدا. الصناعه في الفتره الاخيره فيها تطور كبير جدا، الشراكات البناءه والبارتنرشيبس لا غنى عن الجزء الساينتفك في صناعه الدواجن، جزء اساسي. ومن التحديات اللي موجوده في الصناعه هو الاعتماد على الساينتفك بارت، وازاي بيكون ريفليكتد على النتائج وعلى مدخلات او مخرجات العمل الانتاجيه. تمام دكتور، يعني اقدر اقول من حضرتك شفت في ال WVBA السنه دي في الابحاث اللي اتنشرت الابحاث العلميه، هل هي كانت قريبه من الواقع والتحديات اللي احنا بنقدر نشوفها في صناعه الدواجن على مستوى الشرق الاوسط، كانت قريبه ولا هي ابحاث يعني يمكن زي ما بنقول ايه ابحاث علميه هي بس في اللاب، لكن ما مش قريبه من الاحداث اللي احنا بنشوفها، او ممكن ما يكونش ليها مساعده ازاي نقدر نخرج من المشاكل اللي احنا موجودين فيها في الميدل ايست او الشرق الاوسط يعني؟ فحضرتك شايف هل هي كانت قريبه ولا بعيده شويه؟ طبعا يا مصطفى، الابحاث او البحث العلمي هو جزء اساسي من اتخاذ القرار في الكيانات الكبيره، لانها دايما بتبحث عن مشاكل بيهمنا احنا ان احنا نشوف التطورات في المشاكل دي بتحصل ازاي. الفيلد بيكون مختلف شوية عن الأبحاث، من حيث أن دايما الأبحاث هي عبارة عن دايما controlled environment أو مقارنة بين two variables، أو بيقارن تأثير مؤثر وحيد، بتشوف فيه اختلاف شوية عن الفيلد. انت ممكن تلاقي البحث بيطلع output، لما بتيجي تشوف على أرض الواقع بتلاقي الأوتبوت مختلف شوية. على قوة البحث، على قد قوة البحث وعلى قد الميثودولوجي اللي بيتبعها الباحثين، على قد ما بتلاقي إن في سيميوليشن للفيلد أو مشاكل الفيلد، أو أنت كمتخذ قرار بتبدأ إن أنت تتوقع الأوتبوت. بمعنى ان الابحاث بيبقى لها قواعد ولها رولز ولها سامبلز ممثله ولها سيجنيفيكانس، فبنت على حسب البحث وقوه البحث بتقدر ان انت تتوقع النتائج اللي ممكن انت تتحصل عليها في الفيلد. لكن هو جزء رئيسي واساسي من عمليه اتخاذ القرار، واحد المرجعيات الهامه هي طبعا الابحاث العلميه. اللي انا شايفه اليوم وامس، انا شايف ان في هولستيك ابروتش، في ناس بتتكلم بشكل كبير جدا عن مشاكل كتير، هي فعلا مشاكل المنطقه اللي هي بيبقى فيها تشالنجبل لاي اكاونت او اي تكنيكال بيبل في الاكاونتس انها تقدر تتعامل معها. انا شايف ان الباحثين عاملين جهد كبير جدا في الابحاث دي، بيساعدوا الصناعه بشكل كبير جدا. أفضل أبحاث من وجهة نظري هي اللي بتجمع ما بين أن يكون في عندك مركز بحثي أو كوليدج مع السوليوشن بروفايدرز أو الشركات، مع ناس من الفيلد، لأن ده بيدي رؤية أوضح وتوقع
افضل للنتائج. طب يا دكتور يعني احنا نقدر نقول كده اتجاه الشركات دلوقتي ان كل شركه يكون ليها الار ان دي الخاص بيها، فهل ده فعلا بياكد على كم حاجه ان ده يقدر يساعد على اتخاذ القرار ان كل شركه يكون ليها الابحاث الخاصه بمنطقتها، فده يقدر يساعدها هيكون اقوى شويه ان يقدر يخلي اتخاذ القرار يبقى اسهل من كلام حضرتك يعني. جزء الابحاث والتطوير حاليا انت لو هتلاقي ان في بيحصل دلوقتي اصلا ترانسفورميشن كبير جدا، واكبر تحدي دلوقتي هو بيواجه صناعه الدواجن هو الترانسفورميشن، ان لازم يكون في ريسيرش وديفلوبمنت موجود. الريسيرش والديفلوبمنت اصبحت الشركات الكبيره دلوقتي ليست فقط تعتمد على مخرجات المعاهد البحثيه او الابحاث، لا اصبحت انها تحت ظروفها البيئية بتقدر تعمل الأبحاث. أبحاثها دايما بيبقى فيه جزء منها خاص بالسستينابيليتي، جزء خاص منها بالFCR وبالكفاءة الإنتاجية، جزء منها خاص بالأمراض، تحت نفس الظروف البيئية وبجميع العوامل الموجودة. يعني في أوقات مثلا بيجي فاكسين معين، أوكي الفاكسين ده هو عدى كل التجارب وكل البروفيشنسي تيست وكل افيشنسي تيست وكل الحاجات دي كلها، فبتيجي بشركات انشات ريسيرش ديفلوبمنت ديبارتمنتس بتقدر ان هي تجربه تحت الظروف الموجوده في كل اكاونت، وعلى هذا الاساس بيطلع اوتبوت مختلف. ما تنساش يا مصطفى ان انت لما بتجرب اي حاجه جديده انت بتدخلها جوه بروجرام اوريدي موجود، فبالتالي توقع النتائج بيبقى مختلف، والتشالنجز ما بتبقاش هي وان تشالنج، لا بيبقى تشالنجز مختلفه، ايفن الظروف البيئيه، العنابر المختلفه، التحصينات الاخرى وتفاعلها مع التحصينات الثانيه. فتكلفه الكوست دلوقتي اصبحت تحدي كبير جدا، فلازم الشركات تبقى كونفيدنت 100% قبل ما بتبدا ان هي تعمم او تبدا ان هي تشتغل على البرودكتس او النيو برودكتس. تمام، وده يمكن فعلا هياخدنا يعني لسؤال مهم جدا وهو كيفيه بناء برنامج التحصين لقطعان الدواجن. على ما اعتقد ده من يمكن من اصعب القرارات واتخاذه، لازم يكون في فاكتورز كتيره يمكن حضرتك ذكرت منها نقطه الار ان دي، فاكيد القرار ده بيبقى محتاج يعني يحصل له بيلدينجز بفاكتورز كتيرة، فممكن حضرتك تقول لنا يعني ازاي بنقدر نبني برنامج التحصين وايه الفاكتورز اللي ممكن نبدأ نتخذها عشان نوصل مش البرفكت فاكسينيشن بروجرام؟ اوكي، الفاكسينيشن بروجرام هو ديسيشن، هو قرار، وكل اكاونت له ميثودولوجي مختلفة في بناء او في اتخاذ هذا القرار من اكاونت للاخر. احنا عندنا اكثر من شركات فاكسينز كلها بتشتغل وكلها بتجيب نتائج، ولكن برامج التحصين بتكون مختلفه. لو احنا رجعنا شويه ان مثلث كيف يحدث الامراض، ان الجزء البيئي، جزء الهوست نفسه، وجزء المرض نفسه او العامل الممرض المؤثر، الثلاثة دول بيقدروا ان هم يسببوا لي او احد كيف يحدث المرض. مدى فهمنا لهذا المثلث في الكيان بتاعنا او في الاكاونت بتاعنا بيقول لك ازاي انت تبني الفاكسينيشن بروجرام. الفاكسينيشن بروجرام لازم نكون عارفين ان هو احد الحلول وليس كل الحلول. مشكلات صناعه الدواجن الان هي اصبحت مشكلات معقده او مركبه، لا تعتمد فقط على برنامج اللقاح. ما كان ينفع العام الماضي لا ينفع العام الحالي. الطائر نفسه مدى استجابته المناعية، هل يوجد فيه دلوقتي immune suppression، تغذية الطائر نفسه، لان انت بتتكلم على ان الطائر جيناتيكالي بيختلف من فترة للتانية، مع ان في تحديث رهيب للسلالات وفي جيناتيك سيليكشن كبير جدا. اوقات كتير جدا احنا بنعتمد على بنبقى محتاجين البروتكشن
أعلى. sometimes بنحتاج السيفتي أكتر. تاني، كل شركة كل شركة بيبقى لها الإكوليبريم بوينت أو نقطة التوازن. نقطة التوازن هي كل العوامل المتداخلة في العملية الإنتاجية متناغمة ومتناسقة مع بعضها، وكل شركة لازم تبقى عارفة هذه النقطة. ويوجد أكثر، يعني يوجد أكثر من نقطة في أكثر من شركة، لابد أن نكون محددة بشكل واضح جدا، لأن أي مشكلة أنا ببقى أتوقع إن المدخل ده هو السبب في المخرج هذا. مدى معرفتنا هيقدر، لأن جزء أساسي هو تغيير البرنامج. ممكن تحصل عندي مشكلة، هوب غير برنامج التحصين، غير برنامج اللقاح. هل المشكلة في صد اللقاح؟ هل المشكلة في كمية الفيروس اللي داخلة؟ هل المشكلة ان في الطائر نفسه في إيمينو سابريشن؟ هل المشكلة ان في الأوبريشن نفسها أو الأوبريشن البروسيس نفسها الطائر لم يتحصل على الجرعة الكاملة من اللقاح؟ هل الكولد تشين بتاع اللقاح شغالة وفاعلة؟ فنقطة التوازن دي بتقدر ان هي تحدد لي أو جزء رئيسي في اتخاذ القرار بالنسبة لي، بالنسبة للقاح. الوضع الوبائي طبعا جزء أساس من اتخاذ القرار. دائما الشركات بتعتمد على الريسك أسيسمنت في اتخاذ قرارات اللقاح، ودائما دائما وانت بتوضع برنامج اللقاح cost of exposure، what if ان انا اتعرضت لمشكلة وحصلت لي خسائر. cost of exposure مهم جدا في عملية اتخاذ بناء اللقاح. الجزء الرئيسي هو تقييم اللقاح. اي شركة لازم تكون عندها داتابيس قوية جدا لكل البرامج التي تم استخدامها في الفترات السابقة والتشالنجز التي حدثت ومدى التقييم. لو احنا قدرنا ان احنا نعمل كده، او الكائنات قدرت انها تعمل كده، هيبقى عندنا فاكت based decision making which is has confidence level ان انا اقدر اتوقع الاوتبوت بتاع البرنامج. fact based decision making fact based vaccination program. يعني دكتور كده، يعني كلمه الفاكت بيز او الداتا اناليسيس دي على ما اعتقد دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه بتلعب دور مهم جدا. يعني احنا كولكتنج للداتا والاناليسيس بتاع الداتا يعني من اقوى الاشياء اللي بندخل زي رو داتا نقدر نخرج منها انفورميشن. فعلى ما اعتقد يعني لو حضرتك برضو تقول لنا اهميه الداتا اناليسيس اللي حضرتك اتكلمت عليها، بس يمكن هي من الحاجات المهمه اللي في اتخاذ القرار. يعني طبعا الداتا اناليسيس ده جزء في اي بيزنس، في اي بيزنس هو داتا اناليسيس جزء اساسي جدا. تكنيكاليتيز هي اصبحت عامل محدد واصبحت عوامل مؤثره كبيره جدا. لو احنا بنشوف الفتره الاخيره هنلاقي مشكله تكنيكاليتي في الشركات هي جزء رئيسي وجزء محدد للبروفيتابيليتي او التوسعات بالنسبه للشركات. داتا اناليسيس، ما في شركه ناجحه ما عندهاش داتا اناليسيس قوي جدا، داتا اناليسيس بروفيشنال. لا بالعكس، انت دلوقتي انت بتتكلم ان الداتا اناليسيس اصبح ان احنا عندنا الارتفيشال انتليجنس اصبح جزء رئيسي الان في عمليه الداتا اناليسيس. ان انت تقدر تشوف الداتا اون تايم، ريال تايم، داتا ان ريال تايم، انت قاعد شايف العنب شغال ازاي، اللينك ما بين كل الفاريبلز بتاع العمليه الانتاجيه. انت شايف الانتاج، شايف الافيشنسي، شايف تاثير الامراض، شايف اللاب ريزلتس، موجوده كلها ان وان بلاتفورم. بتقدر ان انت تعرف او تقدر ان انت تتخذ القرار السليم. فالداتا اناليسيس جزء رئيسي لها.
يعني. ويمكن دي كانت الإجابة للسؤال اللي بعده، إن هو إيه دور الارتفيشال انتليجنت في صناعة الدواجن. ويمكن حضرتك يعني وضحتها إن فعلا دلوقتي الارتفيشال انتليجنت بقى في كل حاجة، الذكاء الاصطناعي بيقدر يدخل في كل حاجة، بس ستيل برضه هو الإنسان ليه دور مهم إن إزاي نقدر المعلومات دي. وده يمكن اللي حضرتك وضحته دلوقتي في 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 الكلام اللي حضرتك قلته يعني. طب يا دكتور، احنا زي ما يمكن الكور بليف او المعتقدات لام اس دي هي الانوفيشن والتكنولوجي والانوفيشن، حضرتك شايف في الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه في بناء البرنامج التحصين، وان هو طبعا بيكون قرار او في فاكتورز كتيره بتتاخد يعني بنقدر ناخدها عشان نوصل للفاينل ديسيجن، احنا كام اس دي من التطور او الانوفيشن والتكنولوجي، حضرتك شايف دور ام اس دي في الانوفيشن والتكنولوجي كبرودكت وكسوليوشن لصناعه الدواجن، حضرتك شايفه ازاي؟ او طبعا مصطفى، يمكن لو احنا اتكلمنا عن الترندز بتاع الاندستري ناو، هنتكلم على ان في دلوقتي الفتره الجايه اهتمام كبير جدا بالباي سيكيورتي، اهتمام كبير جدا بالفاكسينز والنيو تكنولوجي في الفاكسينز، لان اصبح عندنا تحديات كبيره جدا بالنسبه لايه المطلوب من الدجاج الان. انت عندك تحدي العمر، يعني كل ما بتتقدم او بيحصل جيناتيك سيليكشن العمر بيقل، الاكتساب الوزني بيزيد، الكفاءه بتزيد، فتره العمر عامل محدد في الفاكسينات. الفاكسينز القديمة او الكونفينشنال ممكن ما تقدرش انها تلبي المتطلبات الحديثة، سواء بالنسبة للتطور اللي حصل اللي بيحدث الان في الامراض او في الجهاز المناعي للطيور. فاذا كنا بنتكلم على الانوفاتيف سوليوشنز، ده اصبح جزء ضروري الان لاي account. واصبح ان انت بتتكلم فيه as a preventive، ان انت pre crisis، ان انت لازم تدور على حلول مبتكرة في شغل. الشركات الكبيرة زي MSD top 5 companies عندها research and development، عندها scientists كتير جدا بيقدروا ان هم يخرجوا لنا حلول مبتكرة من خلال الـ vaccines and the tools of measurement للـ environment والعوامل المؤثرة على إحداث الإمراضية. فطبعاً الـ MSD من الشركات اللي عندها innovative solutions، ودايماً هتلاقي إن صناعة الدواجن في احتياج دائم أكثر من الأول للـ innovative solutions. دكتور محمد، يعني حضرتك ما شاء الله طبعا يعني اشتغلت في اكاونتس من اكبر الاكاونتس الموجودة في الميدل ايست وافريقيا، فاكيد في كل اكاونت كان حضرتك بتبدأ فيه بتلاقي بتواجه شوية صعوبات وتحديات وفرص، يعني هنبدأ بصعوبات وتحديات وفرص اكيد. فكنا حابين نعرف من حضرتك في الاكاونتس حضرتك كنت بتعمل ازاي، وازاي كنت بتقدر تحدد المشكله وتبدا تتعامل معها ازاي، وايه الاكشن. واكيد كل اكشن بيبقى فيه يعني زي لما كنا بنتكلم فيه فاكتورز معينه عشان نوصل للفاينل ديسيجن. فكنا حابين نعرف من حضرتك الاكسبيرينس في خلال رحلتك كطبيب بيطري يعني. شوف يا مصطفى، التحديات الصناعه هي تحديات الاكاونتس. الصناعة تحدياتها في مدى تطورها. الصناعة بتتطور بشكل كبير جدا، المطلوب من الأكاونتس كبير جدا، المطلوب من التكنيكال بيبول كتير جدا، ودايما دايما بيحصل ترانسفورميشن نتيجة مشاكل بتحصل بتبقى هي التريجر للترانسفورميشن ده. مدى إدارة الترانسفورميشن في اعتقادي هو من اكبر التحديات. ايضا ازاي ان انت تشتغل قبل الكرايسس، وازاي ان وانس الكرايسس حدثت ازاي ان انت تقدر تو كنترول فيري فاست. حل المشاكل ان ريال تايم ده مفتاح النجاح دايما، وده في اي مكان في اي اكاونت في اي شركات. الفانكشنال باريرز أكبر
عائق أمام حل المشكلات في وقت قصير جدا. الناس بتاخد وقت طويل جدا في تشخيص المشكلة، في كونفليكتس كبيرة جدا، يمكن من أكبر الحاجات الديبارتمنتال كونفليكتس أو الجول كونفليكتس اللي بتحصل ما بين الديبارتمنتس. علشان كده أكبر هدف عند كل الشركات الايدنتيتي. انت شركة ايه؟ هل انت انتجريشن كبير؟ هل انت شركة لاحم او تسمين؟ هل انت شركة امهات؟ هل انت شركة صيصان او كتاكيت؟ ده بيحدد ان كل ديبارتمنتس او كل الاوبريشنال بروسيس بتتجه في اتجاه واحد. اذا قدرنا ان احنا نعرف الشركة او تعريف الشركة يكون واضح، الاهداف واضحة للجميع، هنقدر ان احنا نتغلب على كل التحديات. التحديات ديلي، يوميا تحديات. افضل طريقة لحل التحديات هي الكروس فانكشنال ميتينجز افكتيفلي، إن الترابيزة الواحدة الناس كلها مجتمعة على الترابيزة بتحل المشاكل in real time no conflict. وده جزء أساسي بيعتمد على الإدارة، من يدير ومدى الكينس إن احنا نقدر نحل، أو الإرادة إن احنا نقدر نحل المشكلة as a team. علشان كده تكوين الفرق داخل الشركات جزء مهم جدا. التناسق، التناغم، عدم إلقاء اللوم على قسم بعينه أو ديبارتمنت بعينه علشان مشكلة. أفشل الشركات اللي هي دايما بتقول من المسؤول عن المشكلة قبل ما تفكر في حل المشكلة. مين لي هي التعامل مع التحديات as a problem ومدى قدرتنا على إيجاد حلول interactive للمشكلات اللي موجودة، لأن دايما المشكلات بتبقى مشكلات complex معقدة more than one variable. ال variables كلها interconnecting with each others، بتبقى دايما أحد السبب في المشكلات المعقدة الانترانسبيرنسي، ان احد الاقسام ما يبقاش ترانسبيرنت بشكل واضح في المشكله. الناس بتاخد تايم، وقت طويل جدا بيكون في فاريبلز دايما دخل التاني، فديناميكيه المشكله، ودي مشكله الدواجن ان هي داينامكس، انت وانس ان انت بدات تفكر في حل مشكله يدخل عليك فاريبلز تاني. عشان كده حاجتين اساسيتين: problem solving in real time، innovative solutions. لو قدرنا ان احنا نعمل الحاجتين دول هنقدر ان احنا نحل في وقت قياسي، هنقدر ان احنا يكون عندنا خطوات او كي بي ايز قبل حدوث الكرايسيس. تيم جول، هدف التيم كله، تيم وورك، ارادة الشركة نفسها، كل الحاجات دي كلها بتساعد. تاني، مشكلات الأكاونتس هي مشكلات الصناعة، هي التطور، حل المشكلات in real time، إرادة الشركة هي اللي تبقى المحدد الأساسي في حل كل التحديات. يعني من كلام حضرتك يا دكتور فعلا حضرتك لمست نقط مهمة جدا في الأكاونتس كبيرة أو الانتجريتور، إن دايما كل ديبارتمنت أو كل قسم هو بيكون في آيلاند لوحده، كل واحد بيكون على جزيرة، ماليش دعوة بحد، أنا بخلص التاسك بتاعتي وفي الاند ريزلت بيحصل المشكلة أو ما بنوصلش للجول أو الإيم اللي حضرتك قلت. طيب هو برضو هنا يعني ده سؤال، يعني دايما الريزيستنت للتغيير، المقاومة في التغيير بتكون صعبة جدا، ويمكن في الكيانات الكبيرة بتكون أصعب وأصعب. حضرتك بتتغلب على النقطة دي إزاي؟ الصراحة يعني حابين نعرف من حضرتك يعني خبرتك إزاي بتقدر تتغلب على النقطة دي، التغيير وهو مرفوض لأي كبشر، مرفوض أي تغيير يبقى مرفوض، فحضرتك بتتغلب على النقطة دي إزاي عشان تقدر توصل للهدف أو الإيم أو الجول للشركة، الهدف الشركة.
الجزء الأساسي في الموضوع ده مصطفى هو make the resistance، هو مين اللي بيعمل الresistance. okay. الشركات التي تمتلك نظام قوي في حل مشكلتها بتقدر انها تتغلب على الresistance بشكل كبير جدا. مثال، دايما عند حدوث مشكلة لازم يكون في تيم للكرايسس. okay. تيم الكرايسس ده مكون من مين؟ مكون من ناس اللي هي عندها أهداف الشركة، اللي تملك to present دايما للتيم أهداف الشركة عشان الناس ما تحلش برا الجولز بتاع أهداف الشركة، وهل إن الحلول دي هتتطلب flexibility وبرا أهداف الشركة أو هتتطلب support and وكل الكلام ده. النقطة الثانية، people who make or invent the recommendations، الناس اللي بتخلق recommendations، دول جزء أساسي من الكرايسيس مانجمنت، بس مش الجزء الوحيد. ثالث جزء، الناس اللي على الأرض. الناس اللي على الأرض هم جزء ضروري وأساسي ورئيسي في حل أي مشكلة. الناس اللي على الأرض هم اللي عارفين المشكلة حصلت إزاي، هم الذين يملكون الفيدباك. لو أنت قدرت أن أنت تكسب الناس دي ويبقى جزء أساسي من الحل، مش هتلاقي الريزيستنس. لو أنت قدرت أن أنت تتعامل مع المشكلة على أنها مشكلة الأكاونت مش مشكلة ديبارتمنت، مش هيكون في ريزيستنس. ان انت كشخص بتحل تتقبل الريزيستنس وتبدأ ان انت تعمل كوتشنج للريزيستنس او للتيم او للشخص اللي بيعمل ريزيستنس، هتقدر ان انت تتغلب على المشكلة بشكل صحيح. ميثودولوجي كتير، طرق كتير، كل اكاونت له طريقته اللي ناجح بيها. في الاول وفي الاخر تيمز، الفرق، كل مكان في فرق كل مكان الحلول أسرع، كل مكان مفيش ريزيستنس. ممتاز يا دكتور، يعني فعلا هو الحل في التيمز، ودي يمكن الفيدباك اللي سمعته من حضرتك برضو ومن أساتذتنا برضو، فدي حاجة فعلا بدأنا نحط إيدينا على الحلول عشان نتغلب على المشاكل اللي بنواجهها، وبالذات أكبر مشكلة هو التغيير، يعني إن هي بتبقى لازم التغيير الجذري، ودي بيبقى محتاج ميثودولوجي كتيرة، وكل أكاونت يمكن زي ما حضرتك قلت بيبقى ليه طريقة معينة. طبعا احنا الاسئله ممكن ما تخلصش مع حضرتك، احنا عندنا اسئله كتيره عشان نستفيد من خبره حضرتك، بس يعني احنا اخر سؤال خالص، حضرتك شايف او نصيحه للاجيال القادمه من الاطباء البيطريين، ويمكن الحمد لله الفتره دي يعني بقى في اقبال على كليه الطب البيطري، وبقى في اقبال اكتر يمكن على مجال الدواجن او صناعه الدواجن، فحضرتك شايف ايه النصيحه للاجيال القادمه عشان ننهض بصناعه الدواجن ونوصل لطبيب بيطري كفء يقدر يكون مسؤول ويقدر يتعامل بالنقط اللي حضرتك شرحتها، ويقدر يحدد المشكله ويعرف ياخد القرار ويكون يعني تيم بلاير في الارض يعني. فحضرتك ايه النصيحه اللي نقدر نقولها للجيل الجديد؟ طبعا نصيحتي لكل الخريجين الجدد، كل الطلبه، رقم واحد ان الالتزام والايمان بربنا سبحانه وتعالى، التزام بالدين، القيم الحاكمة. دايما كل انسان هو عبارة عن مجموعة من الفاليوز، زي الشركات هي عبارة عن مجموعة من الفاليوز. مهم جدا ان الشخص نفسه يكون عارف الفاليو اللي جواه ايه، الفاليوز، ترتيب الفاليوز ايه. لازم كل واحد يقعد يراجع نفسه، علاقته بربنا، الدين، ترتيب القيم جواه، لازم يعيدها، لازم يعيد حساباته ويشوفها. النقطة التانية، الناس لما بنيجي نهاير اي حد بنهاير ازاي، او بنبدأ ان احنا بنقيس ايه عشان الناس نقدر نعين ناس في بوزيشنز كويسة جدا، دايما بنقيس النوهاو والنولج، دايما بنقيس السكيلز، المهارات، المهارات الفردية، دايما بنقيس الكومبتنسز، قدرة الشخص ان هو يجيب النوهاو والنولج والسكيلز على الارض الواقع
ودايما في المناصب القيادية بيكون في ايضا اضيفت السيميوليشنز، انت ممكن تدي له سيميوليشن يشتغل. فنصيحتي لكل الاجيال ان هو يكتسب مهارات على قد ما يقدر. كل ما اكتسب مهارات كتيرة كل ما كان لما بيبدأ يلتحق بأي عمل بيبدأ يستخدم هذه السكيلز دايما، حتى لما بيبدأ ان هو يشتغل في شغل جديد يكون حريص ان ما يحصلش سكيلز جاب، انه يبدأ يفقد، لانه لا يستخدم هذه السكيلز يبدأ يفقد جزء كبير منها. لا، دايما ابديت، دايما ابديت السكيلز. الناس تقرأ، الناس تطلع، المعلومات دلوقتي اصبحت جزء ميسر لكل الناس، كورسات على اليوتيوب فري، ايفن في حتى لو الانسان هيستثمر في نفسه هيلاقي الاستثمار ده. ايضا ان الناس تتخذ منتورز. دايما في بداية شغلنا وخصوصا الاطباء البيطريين في مجالات كتيرة بتكون موجودة، اشتغل ايه، فالمنتورز بيكونوا مهمين جدا عن طريق وركشوبس، عن طريق بعض الاشخاص، بعض الكيانات، الاستشارات. لازم يكون عنده منتورز بشكل كبير جدا. دي اعتقد ده ما يحضرني النصائح. يعني طبعا يا دكتور النصائح قيمة جدا، ونتمنى ان شاء الله الاجيال القادمة تكون سمع الحلقة دي وتاخد بالنصائح دي، فعلا هتفيدهم كتير، هتقدر تأهلهم لمجال العمل ويعرفوا ازاي بيتم الاختيار في الشركات، بيتم بناء على النقط اللي حضرتك ذكرتها. شكرا جزيلا دكتور محمد لحضرتك والوقت حضرتك وتشرفنا في البرنامج، ونشوف حضرتك دايما على خير. وشكرا لمتابعينا، وان شاء الله انتظرونا في حلقة قادمة من MSD Animal Health Nurses Podcast. شكرا جزيلا.